لا هي عايزه تدور على بيت لوحدها. انتوا اتكلمتوا في اي لحظه من اللحظات، في اي وقت من الاوقات يعني وانتوا بتحضروا للجواز، ان احنا عايزين ننقل نعيش لوحدنا، ولا كان على طول كانت الاتفاق على بيت راضية العيله؟ جدا ومرتاحة مع أهلي لما بتيجي عندنا، لما مؤاخذة كوباية المية ما كانتش تخلي والدتي تقوم تشيلها، يعني كان في حب. هي أول ما جت فرحة بيبقى فيه البيبي. ابتدى المشاكل، شقة بره، أنا حاضنة من حقي، أنا ساعتها ابتدت خليك تقول على الحديدة، تفهمني؟ بس حضرتك هو دي سبب المشاكل. شرب.